صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل حضنه
من قبلك، وإن لو قومك كذبوك أنا هنصرك نصر، يعني
مؤثرا يعني، نصر قوي جدا جدا جدا. لو انا عشت انه كان شيخ كبير ورقة بن نوفل، وقال له جملة لطيفة جدا يعني بينت ايمان ورقة بن نوفل، قال له: ليتني عندما يأذن الله لك بالخروج لقومك ان اكون جزيعا اذ يخرجك قومك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني استغرب: ايه ده، او مخرجي هم يعني، هم هيخرجوني؟ قال له: لم يأتي رجل قط بمثل ما أتيت به إلا أوذي وأوذي من قومه. بعد يعني ما خلص ورقة يعني ورقة ابن نوفل الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فنادى على سيدة خديجة وقال لها: قولي له أن يثبت. خلي بالك إن طريق الحق دايما كله فيه أسى وعدوات، طريق الحق دايما فيه أسى وعدوات. عشان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر دايما بنصبره امتى؟ الاغلب بيكون امتى؟ لما بيكون الامر صعب، لما بيكون الامر ضد هوانا وضد المألوف او ضد سعادتنا او ضد حاجة احنا بنحبها، فلازم نصبر على الشيء ده. الحق دايما طريقه صعب، مش مفروش بالورد، لا، في صعب وفي أذى وفي عدوات. تمام، انتم متخيلين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان في محاولات قتل كثيرة ليه صلى الله عليه وسلم، 9 محاولات قتل، احنا عرفها مع بعض الفترات اللي جاية ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. 9 محاولات قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو طريق الحق كده، لازم يكون في يعني عدوات. دايما الحق والخير يعني بيتعارض دايما مع مصالح الظالمين والمفسدين. الحق والخير دايما هتلاقيهم بيتعارضوا معاهم، مع المفسدين والظالمين دول. فبس خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى حق ووعده حق، ان دايما الخير هو اللي بينتصر، ولو بعد حين، ولو بعد حين، بعد اسبوع ينزل سيدنا جبريل. ازاي بقى؟ شوفوا الجمال، ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس في غار حراء برضك، ينظر الى السماء فيرى سيدنا جبريل قاعد جالس كده في السماء على كرسي، على كرسي يسد الافق، قافل السماء خالص، قافل اي بص الناحية دي لاقي سيدنا جبريل، اي بص الناحية التانية لاقي سيدنا جبريل. ايه الجمال ده، منظر مهيب. فسبحان الله، سبحان الله العلي العظيم في خلقه. هنا يقول سيدنا جبريل لسيدنا محمد يعني بكل وضوح بقى المرة دي، مفيش بقى ايه اسيبه، لا، يا محمد انت رسول الله وانا جبريل من السماء. كده خلاص الموضوع بقى ايه، بقى رسمي وبقى واضح على الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو رسول الله خلاص، وهو مين؟ جبريل. يبقى اذا ورقة ابن نوفل صدق. شوف بقى ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، في المقابلة الأولى كانت شديدة وكانت مفاجأة، وبعدين الرسول ياخد بالأسباب ويفهم الموقف من ورقة ابن نوفل، وبعد كده يسيبه أسبوع يفكر براحته في الموقف ده ويهيئ نفسه نفسيا وعصبيا وذهنيا، علشان القادم هيكون عداوات ونزاعات وتكذيب من أهله. تكذيب من الأهل ده بتبقى حاجة صعبة جدا جدا، وبالأخص إنك يعني حسن الخلق معاهم، فمرة واحدة هتعادى وهتكذب، صعبة شويتين. ينزل سيدنا جبريل من السماء ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يديله أول درس في الإسلام، ياخده ويطلع بيه على الصحراء خلاص، وبعد كده يضرب بجناحه الأرض، فيخرج نبع من المياه، نبع من المياه، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: قل له افعل كما أفعل يا محمد، افعل كما أفعل. خلاص يبدأ سيدنا جبريل يتوضأ الوضوء بتاعنا، يغسل يده، بعد كده يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، يعمل الوضوء بتاعنا كاملة خلاص، وبعد كده افعل كما أفعل، بعد كده يصلي ركعتين. فكان أول درس يعلمه سيدنا جبريل لسيدنا محمد كان الوضوء والصلاة. فمن هنا بدأت الإيه؟ بدأت الصلاة في الإسلام. إحنا عارفين إن في ليلة الإسراء والمعراج كان الرسول صلى الله عليه وسلم
الصبح، 2 الظهر، 2 العصر، 2 المغرب، 2 العشاء، كانوا كده، كان ترتيب الصلاة كده من السماء. لكن بعد لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة واستقر بالمدينة، بدأت تكون الصلاة اللي احنا عارفينها 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. إذا يا شباب، أذكر نفسي وأذكركم دائما وأبدا أن الصلاة هي عماد الدين، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده العمود، هو ده العمود اللي إذا صلح كل أعمالنا بتصلح، من قراءة قرآن، من صوم، من زكاة، من أي عمل خير، كل حاجة جميلة في حياتنا بنعملها أساسها الصلاة. الصلاة العمود اللي بيشيل الأعمال دي كلها. من غير صلاة، والعياذ بالله، الموضوع الله أعلم، إلا إذا تبت، إلا إذا تبت وبدأت تنتظم في الصلاة. حاجتين مهمين جدا. يمكن أنا 36 سنة والحمد لله سمعت الناس كتير وقرأت كتير. ربنا سبحانه وتعالى بيغضب على العبد في حاجتين مهمين جدا جدا في الحياة. أولهم الصلاة. خلي بالكم يا جماعة، الصلاة دي حاجة مفروض علينا من عند الله عز وجل في سابع سماء. زائد يعني تأكيد رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة جدا 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 جدا. مثلا يعني الصلاة وعماد الدين. وحديث تاني، رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. عمود الإسلام والصلاة. في حديث تاني مشهور وكلنا عارفينه، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة. بعد الشهادتين إقام الصلاة، خلاص، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وإيه، وصوم رمضان. أنتوا عارفين اللي ما بيصليش ده يعني والعياذ بالله كأنه بيقول لربنا سبحانه وتعالى كده يعني أنا مش قادر أعبدك، يعني أنا مش قادر، الصلاة دي تقيلة على قلبي، الصلاة اللي أنت فرضتها عليا دي تقيلة. على فكرة بنقعد بالساعات على الموبايلات، ممكن نقعد على التلفزيونات، ممكن نقعد على كافتريات، أو نروح نلعب بلاي ستيشن، أو نقعد بالساعات، بس 10 دقايق، ربع ساعة نصلي فيهم لله عز وجل ويكون في كونتاكت وصلة كده يعني بيننا وبين ربنا. ده يعني بتبقى تقيلة بقى والعياذ بالله. هي كده انت ممكن ما بتقولهاش او ما بتقوليهاش بلسانك، لكن قلبك كده، فعلك كده، الفعل بيقول كده. انت يا رب يعني الحاجة انت فرضتها عليا دي تقيلة، الحاجة اللي هي اصلا هتوصلني اليك، اللي في صلة بيني وبينك، اللي هي اصلا سبب نجاتي في الدنيا وفي الاخرة. لان هي او ربنا بيدينا الكتالوج يا جماعة، احنا بقى ما نمشيش وراها ونفسنا، لا، الكتالوج تعالى صلي، علشان الصلاة دي هتديك حاجات كتيرة جدا. اولا حاجات يعني فيها غذاء للروح وللنفس وللعقل، وفي غذاء للجسد نفسه، يعني الصلاة دي وحركات الصلاة والوقوف والركوع والسجود، ده كله اصلا بيدي طاقة للجسم وبيعمل يعني فوائد كتيرة جدا جدا لأعضاء جسمنا كلها. ناهيك عن الغذاء الروحي بقى